بداية لازم أوجه التحية لكل الشباب اللي دعوا لفكرة التمرد واللي هي بجد إعادة الروح للثورة المصرية مرة أخرى، وكانت السبب في صعود هذه الموجة واللي التف حولها العديد من القطاعات والقوى الثورية والشخصيات السياسية الهامة والفارزة، واللي في جزء معهم هنا معانا في القاعة بحييهم، الأستاذة راوية والأستاذة نور الهدى زكي وكل رموز السياسة المصرية اللي بيؤمنوا بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. لازم أحيي مجموعة شباب قطار الصعيد الحملة المركزية المتمرنة. أهم كل حاجة نتكلم فيها، في أربع مصريين اتقتلوا بسبب إن هم ينتمون للمذهب الشيعي. إحنا بندين دوت كل الطوائف الموجودة هنا على المنصة، الدين فكرة استعمال العنف، استعمال القتل والقتل على أساس المذهب أو العقيدة أو الانتماء الفكري. أعتقد إحنا كمان بنحذر من دوت، إن استمرار دوت في هذا الشارع المصري، وجود الرئيس مرسي وتحريض من علماء سلفيين أو شيوخ سلفيين، بلاش نقول علماء، في الاستاد، أعتقد إن دوت إشارة من الرئيس المصري محمد مرسي فاقد الشرعية بكل الاستمارات اللي قدامنا دوت، إن هو المفروض إن هو يتراجع، إن هذا العنف كان هناك خط احمر منه، ضوء احمر منه اكثر منه بارتكاب هذه الجريمه. النهارده احنا بنادينا في هذا دوت، بنتكلم على ان احنا مستمرين في حملتنا.